السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ عتيقة. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. وصفة اليوم غادي نتشارك معكم عبارة عن بانكيك، يعني وصفة أمريكية إن شاء الله تنال إعجابكم. كيجيو زوينين بزاف، خفافين، مقادير في متناول الجميع. تابعوا معايا المقادير وكذلك الطريقة لأنها غتنال إعجابكم. غادي نحتاجو في المقادير 2 كؤوس ديال الدقيق الخاص بالحلويات او الدقيق الفارينة. غادي نحتاجو كذلك نصف كأس ديال السكر، ممكن تعبروا بالمعلقة، 3 ديال المعالق كبار، نصف كأس ديال الزبدة المذابة، كأس ديال الحليب بارد، 2 حبات ديال البيض، رشيشة ديال الملحة، قشور برتقالة، يعني قشور ديال البرتقال كيبقاو اختياريين، 2 ساشيات ديال البيكين باودر ما يعادل 16 غرام، وساشي واحد ديال الفانيلا. نمروا على بركة الله نحضر الطريقة. في واحد الاناء او لابول غادي نهرسو فيه 2 ديال الحبات ديال البيض. ممكن تسهلوا عليكم يعني الطريقه، تخدموا الكل في الطراب او الخلاط الكهربائي كيجي اسهل يعني، وكتسهل عليكم الخدمه. غادي نضيفوا لهاد الحبات ديال البيض رشه ديال الملح، ساشي واحد ديال الفانيلا، نصف كأس ديال السكر تقريبا 3 ديال المعالق كبار، ممكن تنقصوا من الكمية ديال السكر، وكنخلطوا جيدا، يعني ضروري اننا نخلطوا حتى كي يدوب لينا السكر تماما. ضربوا جيدا، كنحصلوا على هذه النتيجة يعني من كيبدا يعني يفتح لينا اللون ديال الخليط. غادي نضيف عليه نصف كأس ديال الزبدة، زبدة من أصل حيواني. غادي نضيفو كذلك قشور برتقالة، إذا ما كنتوش غادي تعملو قشور ديال البرتقال من الأفضل أنكم ديرو 2 ساشيات ديال الفانيلا باش كتعطيو نسمة أكثر. غادي نخلط هاد المكونات جيدا، وغادي نضيف كأس ديال الحليب اللي كيكون بارد. من بعد غادي نضيفو النواشف، 2 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. غادي نضيفو لهم كذلك يعني النواشف، 2 ساشيات ديال البيكين باودر ما يعادل 16 غرام. كيف ما تيبان لكم الطريقه راها سهله بزاف، وخلاص الا عملتو الخلاط راه دغيا غادي تخلطوا هاد المكونات. خلطوا جيدا يعني ما خاصوش يبقى لنا الدقيق نهائيا مكور، خاصو يندمج ونحصلوا على خليط اللي كيكون املس و تيكون يعني القوام ديالو ثقيل. كنخلطوا حتى ما كيبقاش يبان لينا هذاك الكرات ديال الدقيق. كنحصلوا على هذا القوام يعني ملي كنهزوا هذاك السباتول ولا الطراب كيبان لينا يعني انه ثقيل. بالنسبه للمقادير راهم مضبوطين، تبعوهم فقط. غادي نخليو البانكيك يعني العجين ديال البانكيك تقريبا 30 دقيقه. ضروري نخليو العجين يرتاح يعني مده 30 دقيقه، يا اما في الثلاجه يا اما في مكان يعني ونغطيوه. من بعد غادي نتلاقاو باش نشوفو كيفاش الطريقه ديال الطهي. يعني بعد ما كدوز 30 دقيقه يعني غادي نبداو نطيبوا لي بانكيك ديالنا. كيف ما تيبان لكم الخليط راه كيزيد يتقال، يعني بعد ما تنخليو هذيك المده ضروري نخليوه يرتاح، لانه ملي كنخليوه يرتاح كيجينا خفيف يعني كيعطينا نتيجه زوينه بزاف. غادي نفرغوه في هاد الكاس، يعني ممكن انكم تفرغوه في اي كاس غير باش يسهل علينا اننا نفرغوه في المقلاه، او لو ممكن كذلك تستعملوه فقط يعني مغرفه، يعني تستعملوا الطريقه اللي نتوما مناسبكم. بالنسبه لي انا هذه كتجيني احسن. بعد مرور 30 دقيقه يعني قد ما خليتوا البانكيك ديالكم يرتاح كيجي زوين، غادي نبداو نطيبوا. انا وجدت هنا 2 ديال المقلات. بالنسبه لهذه الطريقه غير كتسهل عليا باش نربح الوقت. كنفرغ كميه ديال البانكيك او العجين ديال البانكيك، وباليد ديال المقلاه كنحاول انني نشكل دائره. بالنسبه للحجم انا كنعملهم صغار، لكن نتوما ليكم حريه ديال الاختيار، يعني ممكن تكبروهم او تصغروهم حسب الرغبه. بالنسبه للطريقه ديال الطهي، النار خاصها تكون مهيله يعني بحال الشمعه، لانه الا شعلنا النار اللي مجهده غادي يتحرقوا لينا وغيتعجنوا من الداخل. لكن الا شعلنا النار يعني تكون مهيله يعني خفيفه بحال الشمعه
كيجيونا خفاف وكياخدوا الوقت ديالهم في الطياب، يعني كياخدوا حقهم في الطياب. ما كتبان لكم نشفات ودارت يعني فقاعات، كنقلبوها وكتجي على هذا الشكل، كتاخد اللون الذهبي. نفس الشيء كنعملوا يعني المقله الثانيه، غير كتبان لي سايره كتنشف من الفوق ودارت فقاعات، كنقلبوها للجهه الاخرى. وغادي نوريكم الشكل ديالها حتى من الجهه الاخرى. ما تيبان لكم انا كنقرب لكم الصوره، يعني كيبداو فقاعات يبانوا لينا وكتبدا تنشف العجين، كنقلبوها للجهه الاخرى. الطريقه ديال الطهي جد سهله، غير النار ما تكونش مجهده. كنحاول نكبو كميه قليله. بالنسبه للحجم ديال لي بانكيك كتختاروا نتوما، انا كتعجبني الحاجه اللي كتجي صغيره بحال هكا، يعني نتوما الا كتبغيو كبار ممكن يعني تضاعفوا الكميه ديال الخليط اللي نتوما كتفرغوه فوق المقلاه. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما تنقلبوها، كتجي زوينه بزاف، اللون ديالها يعني ذهبي وكتجي طايبه. يعني بعد غادي نقطع لكم حيده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، وغنستمر بنفس الكيفيه حتى غنسالي الكميه اللي عندي كلها ديال لي بانكيك. نتلاقاو باش نشوفوه في الشكل النهائي. وصلنا لنهايه هذا الفيديو، كنتمنى فعلا انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، وكذلك تكون عجبتكم الوصفه. بانكيك كيف ما قلت لكم انها وصفه امريكيه، كيجيو زوينين بزاف في الفطور الكوتي، تعطيهم لوليداتكم، تقدموهم للضيوف ديالكم، يا اما مرافقين بالعسل او لا بصلصه الشوكولا، وكذلك بالقطع ديال الموز. التقديم تيبقى دائما اختياري، قدموا وبدعوا في التزيين كيف ما نتوما بغيتوا. ما تنساوش البنات تشتركوا في القناه، وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. لايك الفيديو اللي عجبكم، اللي عند اي سؤال تخليه لي في التعليق، ان شاء الله غادي نجاوبه بكل فرح. ان شاء الله باذن الله نتلاقاو في وصفات وحدين اخرين، نكونوا في الموعد. كنتمنى لكم نهاركم مبروك، والى اللقاء.